الاول دوري انجليزي، هل أيوة. تؤمن بارسنال ما بعد كاس العالم مكمل لحد النهايه، ولا سيتي هيخلص في وقت ما من اللي فاضل من الموسم؟ الاثنين، السيتي هيخلص السيتي هيخلص وارسنال هيكمل. اقول لك ازاي. احنا هننافس كويس، هنكمل حلو، بس مش هنكسب. دي نسبه قليله، لان الراجل زي ما انت جبت في الفاصل بتاعك ارتيتا اتكلم عن الواقع. حلو. الراجل بقاله 6 سنين بيشتغل شغلانته دي. عارف اللي هو ايه، انا 6 سنين دكتور. اكيد مش زي ما اول سنه هيجي دكتور شاطر يشتغل زيه. الراجل عنده خبره، يكسب الدوري الانجليزي اصعب دوري في العالم ازاي، عنده سكواد. يعني يا اخي رودري ما يتزحلقش زحلقه زي اللي جرد اتزحلقها، والله فتروح انت على الجون والدنيا تمشي. بص ده برضو ايه، نوع من فك الحسد وبتاع، وابعد عنك العين وما جو تحطش نفسك ضغط دلوقتي جو. بعد جرد دي في الجمهور. طيب. فالسيتي بطل الدوري الانجليزي. طيب. بطل الدوري الاسباني، بطل الدوري الاسباني. شوفوا برشلونه فعلا من دلوقتي. انت مدريدي ولا ايه؟ لا انا ماليش فيه، انا ايطالياني. لا انا بهزر معاك، بقول لك لكن انا بحس برشلونه بتعرف تكسب الفرق الصغيره. هو شغال تمام، حتى لو خسر الكلاسيكو هو الراجل عنده سكواد بره الشامبيونز ليج دلوقتي، عنده اولويه واضحه وصريحه وهي التركيز في الدوري. اوكي. طبعا هنتكلم بعد تكمله ريال مدريد امام ليفربول ولا لا. حلو. ولكن اشوف اوقع. حلو. طبعا ده اليوتيوب. ده اليوتيوب. في حد يوم العيد ولا ما اختلفناش فبرشلونه للدوري الاسباني والدوري الانجليزي. شايف انه مانشستر الارسنال هينافس، بس السيتي هيكمل لحد الاخر ويقدر ياخد الدوري في النهايه. يعني بالظبط ده اسباني وانجليزي. تشامبيونز ليج، هل عندك مرشح اول؟ مرشح اول اشوف مانشستر سيتي برضو. لا هو سكواد تقيل قوي، مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان. فعلا. ده انت جايب اتنين كانوا بعيد في فتره من الفترات. مش قوي. يعني لو اتكلمنا ان السيتي قدر يوصل فاينل، على طول متواجد في السيمي فاينل. باريس سان جيرمان مع توخيل قدرت توصل فاينل وضيعت الفرصه مع توهج الفريق بالامكانيات المطلوبه. مش ريال مدريد، مش بايرن ميونخ. اصل لو ريال مدريد ماشي. يعني انا معاك، بس هتبقى بايخه بقى. يعني ما كفايه بقى يا جدعان، ما نغير عشان الدنيا تبقى فريش كده. الدنيا تمشي. لا مش كده يعني. فشايف ان السيتي بطل دوري ابطال وبطل الدوري. بنى السيتي جماهيريه مؤخرا، يعني 10 سنين لجيل من الشباب يشجع مانشستر سيتي. تبقى غير واقعي لو انت كشاب بتختار فريقك في بدايه حياتك وبصيت على السيتي قلت لا انا هشجع فريق. لا ما طبيعي ان انت بتبص على الاقوى. هل هو بيفوز بدوري الابطال؟ مش شرط. انت عارف ان دوري الابطال اي حد بيفوز بيه. خلاص انت بتتكلم اول دور الثمانيه كده الكل مرشح، ممكن تلاقي فرقه ولا بتاع اللي هو عليهم العين بعيد شويه. ولكن الشكل الجماعي اللي عنده 15 سنه 20 سنه شاف نجاحات السيتي بس انت محتل الدوري الانجليزي، بنتكلم ان ده اقوى دوري في العالم. الراجل يعني منيم كله. أوكي. ليفربول اللي حاول ياخد منه دوري في وسط 5 دوريات بتاع حاجه صعبه جدا.